فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء وصديق السوء ورفيق السوء وصحبة السوء في الدار المقامة. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان. اللهم إنك تعلم أعداءنا فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم
ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله يا الله. اللهم إنك تعلم من جال بالعقول والأفهام، من جال بالعقول والأفهام، من أورث النسيان، من أورث النسيان. اللهم أبطل كل عين قوية أصابت في العلم والتعليم، أصابت في العلم والتعليم. اللهم أبطل كل عين قوية أصابت في العلم والتعليم، أصابت في العلم والتعليم. اللهم أبطل كل عين قوية أصابت في العلم والتعليم، أصابت في العلم والتعليم. اللهم أبطل كل عين قوية أصابت في العلم، أصابت في العلم، أصابت في العلم. اللهم أبطل كل عين قوية أصابت في العلم والبيان، في العلم والبيان والفصاحة، والفصاحة وطلاقة اللسان، والفصاحة وطلاقة اللسان. اللهم أبطل كل عين أصابت في الحفظ وسرعة الحفظ، أصابت في الحفظ وسرعة الحفظ، أصابت في الحفظ وسرعة الحفظ، أصابت في الفهم وحسن الفهم، وحسن الفهم. اللهم أبطل كل عين أصابت في الثانوية، أصابت في الجامعة، أصابت في الجامعة، أصابت في الشهادة، أصابت في الشهادة، أصابت في الشهادة. تبطل كل عين قوية، تبطل كل عين قوية عطلت العلم، عطلت العلم، عطلت العلم. تبطل كل عين قوية عطلت العلم، عطلت العلم. قال إنما العلم عند الله. تبطل كل عين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تبطل كل عين في العلم أصابت، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. تبطل كل عين في الدراسة تسببت في الرسوب، تسببت في الرسوب، في كراهية الدراسة، في كراهية الدراسة. تبطل كل عين، تبطل كل عين أصابت في الفهم، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما.
تبطل كل عين قوية تبطل كل عين أصابت في الحساب أصابت في الحساب في الهندسة تبطل كل عين أصابت في الكلام في الكلام تبطل كل عين قوية من الجارات أصابت في العلم من الجارات أصابت في العلم من الجارات أصابت في العلم من القريبات أصابت في العلم والتعليم من القريبات أصابت في العلم والتعليم من الصديقات أصابت في العلم والتعليم تبطل كل عين استحسنت الفهم استحسنت الذكاء استحسنت العقول استحسنت العقول تبطل كل عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية تبطل كل عين معها الجان معها الجان معها الجان عطل كل شيء في العلم والتعليم في المعاهد والمراكز 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 تبطل كل عين قوية تبطل كل عين في العلم أورثت حرارة في الجسد تبطل كل عين أصابت في العلم والتعليم أورثت حرارة في الجسد أورثت برودة في الجسد تبطل كل عين في العلم والتعليم في العلم والتعليم تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة أصابت العقول أصابت في الذكاء والنماء تبطل كل عين أصابت في التحصيل تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة ما الجان تلبس بالعقول والأفهام تلبس بالعقول والأفهام تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة استحسنت العقول استحسنت الأفهام استحسنت الذكاء استحسنت الذكاء تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة أصابت في العلم والتعليم في العلم والتعليم أثقلت العلم أثقلت التعليم تبطل كل عين نظرت وما ذكر في الدراسة في الجامعة في الشهادة في تعليم الناس تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة تبطل كل عين معجبة نظرت وما ذكرت نظرت وما ذكرت استحسنت وما ذكرت استحسنت وما ذكرت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية أمرضت الأبدان أمرضت الأبدان أصابت في العلم والذكاء والفطنة في العلم والذكاء في العلم والذكاء والفطنة تبطل كل عين أصابت في التفوق على الأقران في التفوق على القرينات في التفوق على الزملاء في التفوق على الزميلات والرفيقات والصديقات تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية
قديما تبطل كل عين قديما في العلم أصابت في العلم أصابت في العلم أصابت في النجاح في النجاح في التفوق تبطل كل عين قوية غيرت الطباع أورثت كراهية العلم والتعليم أورثت كراهية العلم والتعليم أورثت كراهية العلم والتعليم تبطل كل عين تبطل كل عين قوية حارة تبطل كل عين قاتلة تبطل كل عين ماكرة تبطل كل عين غادرة فاجرة عاشقة تبطل كل عين في العلم في العلم في العلم في حب الاطلاع في حب الدراسة في حب القراءة في حب التعليم في حب الكتابة في الخط على حسن الخط وجمال الخط على حسن التعبير تبطل كل عين أصابت في العين أصابت في العين أصابت في العين في المعاهد في البحوث في البحوث في المقالات تبطل كل عين أصابت في العين في الإعلام في الدعوة في البلاغ في البيان تبطل كل عين أصابت في علم القرآن تبطل كل عين أصابت في علم الحساب تبطل كل عين أصابت في الأدب تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية أصابت في الطب تبطل كل عين قوية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية الله أعز وأجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله العظيم العظم تبطل كل عين حاسدة يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس أخي السلام عليكم هيا انت اخوها ياك اجلسها اجلسها هيا برك علينا الان هيا اجلس خير ان شاء الله تعالى شو كتشعري باش تحسي تكلمي هيا باش تحسي ما عقلتيش ما عقلتيش عقله كم كتحكمش في نفسك صح ملي تحسي ما قلتي ما تحكمتيش في راسك طيب خير ان شاء الله تعالى طيب والحركه اللي كديري ما كتحكميش فيها كتحكميش فيها طيب جلسي قدام جلسي عادي جلسي ان شاء الله تعالى جلسي تما جلسي تما عملي هكذا ديري هكذا يلا قولي ورائي ففهمناها سليمان 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 ففهمناها سليمان
ففهمناها سليمان راك تتعذب. هيا واصي اسمعي صوتك، هيا تتعذب صح. هيا ففهمناها سليمان. هيا قلت لك ضع. هيا ففهمناها سليمان. هيا لتعلم انك لست على شيء تختبئ. هيا ففهمناها سليمان. هيا ضع يدك. هيا ضعها. هيا ضع. هيا ضع. هيا مالك تموت؟ ها خلاص. هيا اصعد تكلم. هيا تكلم تخدم معي. خلاص ظهرت من له. هيا ها ما بك ما بك. خلاص هيا ضع. اخي شوف خوها شد يديها وحط منها في عينيها. يلا قشدو حد خليه يتعذب يحرق بالعين التي بها دخل. هيا يلا يلا بسم الله. يلا كرر ورائي. ففهمناها سليمان. ما لكم لا تنطقون؟ تكلم. خلاص انتهيت. ففهمناها سليمان. هذه بداية فقط. خادمين. خلاص. ففهمناها سليمان. تعذب عذابا شديدا. قوة العين كلها الآن عليك في العين. هيا كرر معي. ففهمناها سليمان. لا تستطيع أن تنطقها. خلاص انتهيت. ها خلاص خلاص. زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق. خلاص بلك قطع 1000 كيلو. هيا هيا. ففهمناها سليمان. ففهمناها سليمان. أين أنت؟ أين هي قوتك؟ لاحظ عذبتها هي الآن درست بفضل تعالى وتعطل عليها أن تعلم الناس وتعطل عليها الزواج وكل هذا حاسد في علم لأن تعلمت خارج المغرب وأخذت الشهادة وتدرس الناس في الحمد لله في أماكن راقية في خارج المغرب. هذا كله حسد. يعني كأنك حصلت على هذا العلم لن تنعمي به أبدا وسوف نعطل عليك كل شيء ولن ينفعك هذا العلم حينها. هذا ما تقول ياك؟ ها؟ طيب هيا عيد ورائي. هيا لتعلم أنك لست على شيء وكل الجن ليسوا على شيء. كل من خالف كتاب الله وسنة رسول الله فإنه ليس على شيء بالمرة. وأساليب يسيرة جدا تجعلكم تئنون وتزفرون شهيق زفير. الله المستعان. هيا ها ها ها. تذكر ها ها حين تقولها في القبر. ها من ربك ما دي يكسر. ها ها لا أدري. أسأل الله العفو والعافية. الله يعذب. خلاص جيد خادم معين سنين وأنت تجعلها تحوم يعني في علاجات وفي أدوية خلاص. أوف أوف أوف. هيا الله المستعان. خلاص هيا هيا قل ورائي كلمة واحدة فقط. ففهمناها سليمان. لا تريد إذن. إذن أنت تريد تعذيب صح؟ أنا لا أقوم مقامي. هيا خلاص أنا فقط أرشدك وأدلك على ما أنت تصنع. هيا قل. ففهمناها سليمان.
والذي فهم سليمان والذي فهمها وعلمها الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا في الفهم والعلم يا رب العالمين. هيا. ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا, ويا معلم آدم علمنا. ففهمناها سليمان وعلم آدم الأسماء كلها. أسأل الله أن يعلمنا كيف نجعلكم تهتدون. اللهم آمين. فقط هداية أن تسلموا لرب العالمين, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هيا هيا تتعذب وشغل بنتك أخي وشغل بك صحيح قوي سمين ها صدي هذا صدي. هيا هيا والله تعذب إن شاء الله تعالى لأنك عذبت سنين يعني هي تشكو الآن كثيرا. هيا. ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان مسكين بس أخيش جاك الوطيل مزيان ها سكت ولا في كل شيء فطور وغدا وعشاء ها طيب ولفتي. هيا 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 وأقول أنك إن شاء الله عاشق أنت عاشق صح وتعطل عليها كذلك الزواج طيب لكن بدأت بالأهم الذي من أجله دخلت أن العشق صار بعدما دخلت وبهذا أتيت وظهرت بفضل الله جل وعلا. هيا هيا. ففهمناها سليمان الله يرق صحيح رجل طويل عرض لبسي. هيا 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 تبارك الله تبارك الله تبارك الله تحل غير تبحلي. هيا هيا. ففهمناها سليمان. انت هتسافر هي انت هتسافر اخي اتكلم معك انت هتسافر هي باقي عند الوقت ها؟ طيب ان شاء الله مش مشكلة سألنا السفر اليوم خير ان شاء الله. طيب اتركه ده بخليه اخليه بخليه خليه يتعذب بشوية. ففهمناها سليمان اسمعي اسمع كلمة واحدة ماذا حصل كيف كان وقعها عليك ها؟ طيب اسمع. ففهمناها سليمان ففهمناها ففهمناها. تقول لا لا تريد أن تفهم صح لا تريد أن تفهم شيء صح ها يقول لا لا تريد أن تفهم شيء. الله الذي فهمها وعلمها وحباها واصطفاها الله. أنت أنت من علمتها أنت تعطل عليها كل شيء. أي نعم أنت تعطل كل شيء كل شيء خلاص همي أنا الآن هو أن تظهر وظهرت وعرف المقصود يعني إن شاء الله الآن صار الأمر جلي. وأعدك إن شاء الله تعالى بما يسوءك إن لم تسلم رب العالمين. فهذه كلمات يسيرة بدعاء بفضل تعالى يسير جعلك تئم زفير شهيق زفير شهيق. أصحك تعمل رياضة ما عندكش جهد كبيرة خلاص خلاص عاشق العشق أخذ قوتك. أسأل الله أن يعافينا ويعافيك ها أسأل الله أن يعافينا ويعافيك. تب إلى الله جل وعلا وأسلم لرب العالمين واطع الله جل وعلا. لا لا تسلم تقول لي لا لا إسلام لا إسلام ها طيب خلاص الحجة بالحجة الحجة بالحجة إن شاء الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. حجة التي معنا نحن على يقين أنها قوية وتدحض كل شبهة إذا تكلم وأنطق إن شاء الله تعالى. وإذا ما أفحمتنا بالحجة ندعي لك إن شاء الله ولكن مع يقين أن الله تعالى يهون الصواب ويسدد رمينا إن شاء الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جيد خير إن شاء الله أبشر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.